معنا احد اقارب ديال الحاجه ناجيه زوجة اخ ديالها اللي غتعطينا شي كلمه في حق الحاجه ناجيه. السلام عليكم. بغيت نقول لك بان الاخت ناجيه من اطيب خلق الله ومحسنه ومن بكري وهي كدير الخير، ولكن خافة ما كتبغيش تبان، وتا دابا ما كانتش باغيه تبان غير الظروف اللي خلاتها تبان، لحقاش هي ما بغاتش تشهر راسها ولا هذا، غير ما بغاتش تخسر الصحافة. بالمناسبة اختي خديجة، شي رسالة بحق الحاجة ناجية. سمعنا بأنك يقولوا لها حاجة زهرة، علاش كيقولوا لها حاجة زهرة؟ كيقولوا لها حاجة زهرة حيتاش هي سميتها ناجية، والعمة ديالها سميتها زهرة، وعزيزة على الأب ديالها بزاف، وتوفات في الظروف في الوقت اللي فاش تولدت فيه ناجية، وحيتاش تسمات ناجية اضطر يعيط على زهرة حقاش أختو عزيزة عليه بزاف. شي كلمة في حقها؟ وأخويا الله يكمل عليها والله يسهل عليها، وكدير الخير بزاف، وربي اللي غادي يجازيها، فهمتي؟ كدي الناس للحاج، كتعطي للناس اللي ما عندوش. الله يخلي لنا الحاجة زهرة والله يكثر من مثالها ويعاش المالك. هاد السيدة الحاجة زهرة الله عمر لها الدار، محسنة كدير الخير في الناس، وزعما كاين ماشي عليهم اللي دارته ديما كديرو، ودابا هي مسكينة تحجرت ما بغاتش كاع تبان في هاد الشيء، وبغات دير الخير عند سيدي ربي، ما بغاتوش عند زعما الإنسان باش يشوفوها ولا تشهر ولا. والله يكثر من تيالها والله يطول عمرها. غنتواجدوا مسقط راس الحاجه ناجيه المتبرعه المحسنه بمليار و200 مليون. معنا احد الاقارب اللي هو قريب منها، اخ رشيد توصل اخ ديالها، اللي غادي يعطينا شي كلمه في هذا الشيء. رشيد نادر، اخ ناجيه نادر، اللي حنا ولاد المنطقه وولاد ابناء المنطقه ابا جد. بالنسبة للمؤسسة اللي هي كتبني تعليمية في جامعة ولاد فارس، مبادرة اللي هي اختارتها اللي هي في الصواب بالنسبة للتعليم وليدات المنطقة، واللي حنا كنتميو لهاد المنطقة اللي هي بالنسبة حنا ولاد المنطقة اللي كتبان لنا هي في الصميم، كتستاشر مع الدرية اختي، وهي كتقول لك غير انا موجوده في اي حاجه. الاخ رشيد، سمعنا بان ماشي اول مره ولا ثاني مره، سمعنا بان كانت قديم كترسل الناس الحاج، كتعاون مع المحسنين، يعني بنات واحد المجيد، وكنشوف هذا الشيء ديال الفيسبوك وهذا الشيء ديال التواصل، شي كلمه كنشوفوا كيقول بان هذا الشيء راه باغا تنتخب باغا ترشح. بالنسبه للشيء ديال الانتخابات ما عندنا به علاقه ولا البرلمان ولا اي حاجه. والو بالنسبه لهاد المنطقه راه كيعرفوها، بالنسبه للناس اللي هما ولاد المنطقه كيعرفوها، ولات تاعت بنادم كينتقد بالنسبه هي الانتخابات هي البرلمان هي هذه هي هذه، ما حنا راه لا غنى عنا، حنا ولاد المنطقه وابن عن جد. الاخ رشيد، كنعرفوك بانك من يعني ولاد المنطقه ديال ولاد اليسوف، ولاد مراع سيدي الحجاج اللي معروف عليك على الشيء ديال الفروسيه، شي كلمه لهاد الناس الساكنه وعلى هادشي. بالنسبة للساكنة هما كيعرفونا، كيعرفونا واحد 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 واحد، دوار بدوار، حنا ولاد مراح كلها. بالنسبة للأصل ديالنا حنا من اليسوف، وحنا ولاد مراح محسوبين كلنا ولاد مراح، مي كنقول ولاد مراح راه كنشدوها من الحدود حتى الحدود ديال ولاد مراح، إيوا هذا هو اللي.
يكمل بخير وعلى خير. رشيد كريمة كفلاح، بالنسبة للمناسبة ديال سميتو المناسبة الكلمة الأخيرة، لأن كنشكرو سيدنا وكنتمناو يعطينا الله المطر. اليوم كنتواجدوا مع أحد الأقارب اللي غيعطينا واحد الشهادة على الحاجة نجية. دي الحاجة الزهرة، يقولوا لها الحاجة زهرة، هي سميتها نجية وينيك مسمينا بالحاجة زهرة. تقدر تعاودني على سمو الحاجة زهرة؟ ها؟ على سمو الحاجة زهرة؟ إيه دابا بواها واحد الوقت شي ختو ولا شي حاجة كانت سميتها زهرة، وكيقول هو زهرة، هي راه نجية وهو كيقول زهرة، علاش بقات زهرة؟ هادشي اللي وهاد الحاجة زهرة مرا مزيانة مو حسينة. قديم راه كدير الخير بزاف في المساجد، وكيجيو الناس على المساجد كتعاون وكتصيفط الناس للحج. انا من راسي صيفطتني للحج، ما عديش تاع 20,000 ريال باش نمشي للحج، وصيفطتني انا وجوج طلبه بالعيالات ديالهم وانا وواحد المراه اخرى، حنا 6 الناس صيفطتنا للحج، ومصيفطه شحال ديال الناس اخرين من قديم من واحد 10 سنين ولا اكثر وهي كتصيفط في الناس. راه محسنه من المحسنين الكبار، الله يحفظها الله يعطيها صحيحتها. ودابا راه صوبتنا المدرسه والثانوي وبنينا المسجد هنا وكتعاون لله، الله يحفظها الله يعطيها صحيحتنا. ودابا الله يحفظها الله يعطيها صحيحتها، والله ينصر سيدنا محمد السادس الله يعطيه صحيحته، الله يحفظه الله يطول عمره الله يطول عمره، الله يحفظه لينا مالكنا، الله يحفظه لينا، الله يعطينا الرحمة من عبد الله وليك.